et la Gestapo française qui est en train de tuer les Algériens jusqu'à maintenant. Les y a le Mukhabarat. وعلى راسها توفيق وجماعته لأنهم قلت لكم جماعة توفيق الآن ما عادوش الإمام sont un peu plus jeunes là لأنه ورثهم في الدم دخلهم في الدم باش يكولي لهم هذاك السيونيزم السيونيزم باش يوفوا بعهدهم ليه يوفوا بعهدهم ليه حتى يعني ما تحاسبوش وكما دام أنهم يعني تلطخوا يديهم بالدم الجزائريين يبقوا يقعدوا ويحموا حتى هذا توفيق وجماعته ويحموا مصالح فرنسا ويحموا مصالح العالم كله إلا المصالح الجزائر والجزائريين لكن الآن قاموا بماذا؟ قاموا يعني هذه الأيام قاموا يعني بإلقاء القبض وتوقيف طابوا وبعدها زادوا يعني فتحي قراص وغير ذلك يعني عديد من الناس يوقفوهم يعني حتى ما يتسمعوش بهم لأنهم يعني مش باينين مش ظاهرين يعني مثل طابو فتحي قراص لماذا تم توقيفهم الآن؟ كان اللي يقول لك توقيفهم الآن حتى ما يهدروش حتى يعني ما يتكلموش حتى ما يفضحوش للسيستم كي يكزيستون لانجا حتى ما يفضحوش هذه الانتخابات يعني الزائفة اللي هي مزورة مزورة من 1962 مشي من اليوم سيبا كمانتونو مرة واحدة في 92 اللي كانت يعني انتخابات حرة وظهر ظهرت الحقيقة الانتخابات أن الشعب رافض لهذا النظام الشعب ككل نظام غير أنه تلعبوا عليه بالإسلاميين ولعبوا عليه الآن لماذا تم توقيف هذا الناس توقيف فتحي غراس وطابو تم توقيفهم وتوقيف كذلك علي بالحاج توقيف كذلك علي بالحاج بالحاج إلى شونجي افيك لو طون جوغي مانا من التسعينات يكون بهذه الطريقة يحكي بلو باسيفيس باسيفيك لكن تغير لأن الفهم فهم كاسكي سباسون الجزائري لأن لو تجي القوة لازم كل الشعب الجزائري لازم يخرج ضدهم لكن السياسة أحسن السياسة أحسن لأنك تحاصرهم تحاصرهم بالسلمية تحاصرهم بالسلمية لكن السلمية الإيجابية شكو جابال مو